أستاذي بخصوص المسبحة، في عندي سؤال. من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السنة، وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض الآثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال المسبحة، ويقول أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليه. فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما مدى صحة هذا الآثار؟ الآثار في السبحة ما في، في آثار في التسبيح بالحصى. نعم. وما كان منها مرفوعا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة فكنا نحن ضعفناها كلها. نعم. وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأن بعض الصحابة عاد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العاد بالحصى فضلا عن السبحة. نعم. السبحة ما لا أصل، واللي بيحتجوا بالآثار عم ينخلوا عن السنة. نعم. السنة العاد بالأصابع. أي نعم. وأمر الرسول بذلك وقال إنهن مسؤولات يوم القيامة. الحصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء بخالف السنة فما في شك في بدعيتها. فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار ومن رأس بعض الغماريين، هذول الطرقيين والصوفيين بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات. أي نعم. وأنا في صدد توفير الوقت لإتمام الرد عليهم. قواك الله يا شيخنا. الله يبارك فيك. وأطال الله في عمرك. الله يحفظك. أستاذ في سؤال ثاني. تفضل. في الحضر إذا